أي شخصية في الدنيا، رجل أو امرأة، طبيعي إن أنت هتلاقي فيها شخصيات جميلة وجذابة وساحرة، وهتلاقي فيها عيوب. بس أنا دايما بحب إن أنا أكون إيجابي في حلقاتي. النهاردة إحنا هنتكلم وهناخد أنسة أنسة كده مع بعض من إناث الأبراج، ونتكلم عن الحاجة اللي ممكن تكون السبب أو السر الرئيسي في جمال الأنثى دي. عايزين نتفق من بداية الحلقة كده إن كل أنثى فيها ملكة أو عندها ملكة بتتفوق فيها ممكن على كتير من الإناث، والملكة دي هي اللي بتدي لمسة أو لمسة اللمسة الجمالية في شخصيتها في النهاية، بالذات بقى لما أنت تقرب منها وتتعامل معاها. ولكن خلوني كده سريعا أرحب بيكم وأدعو اللي ما اشتركش في القناة إن هو يشترك، ويشرفنا بالانضمام ليه. ويا ريت كمان لو حد جديد لسه أول مرة بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي بالفريسة العنيدة أنثى برج الحمل. معروف وقلنا قبل كده ومش عايزين نقول تاني إن هي قوية الشخصية جدا، ومعروف أيضا وممكن يكون مش معروف عند كتير إن هي عندها لمسة براءة. وتخيل معايا إذا كانت أنثى قوية جدا وترى في ملامحها لمسة براءة، دي بيكون سبب كبير قوي من أسرار جاذبية وجمال الأنثى القوية دي، أنثى برج الحمل الناري. قوة 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 كبيرة قوي مع براءة ملفتة في مواقف كتيرة قوي. أما أنثى برج الثور، أنثى صعبة. عارفين الإناث الصعبة دائما أنثى برج الثور أنثى صعبة المنال، ودائما كل حاجة صعبة المنال هي حاجة مميزة ومطلوبة، والحصول عليها دايما بيصحبه لذة كبيرة قوي. إضافة إن هي من أكتر الإناث البعيدة عن التصنع. دي حاجات بتخلي أو من أسرار أو من الأسرار الداخلية جوه شخصية أنثى برج الثور اللي ممكن تخليها أنثى جميلة قوي وجذابة. أنا عايز بس رجاء طلب منكم قبل ما ندخل على الجوزية دلوقتي، يا ريت لو شايفين الحلقة مفيدة وممتعة كالعادة معلش ندوس لايك، توصل لبقية أصدقائنا العكس ديسلايك، بس يا ريت تقولوا لي السبب. الجوزائية سرعة بديهتها، وما تتمتع بيه من سرعة بديهة ملفتة حلوة قوي تفهمها وهي طايرة قوي بعيدة عن الغباء كل البعد. هنتفق ان سرعة البديهة شيء محبب للنفس. سرعة البديهة سر جميل قوي من اسرار انثى برج الجوزاء في تعاملاتها او في شخصيتها، وملكة كبيرة قوي. دايما سرعة البديهة بتاعت الجوزائية اسرع من نساء كتيرة قوي، لذلك تجدها ملفتة. وانا مش عايز اقول يعني خفة دمها وروحها الدعابية واجتماعيتها وان هي ما بتشيلكش هم والفرفشة كل ده، لان اتكلمنا فيه كتير. سرعة بديهتها الجوزائية ممكن تفهم بالاشارة. عارفين حركة العيون، حركة الإيد، تعمل لها إشارة كده تفهم أنت عايز تقول إيه، تعمل لها حركة بعينيك كده تفهم، تتكلم أنت حتى تفهم أنت قصد إيه من ورا كلامك ده، حتى لو أنت ما بتتكلمش بشكل دايركت. عندها قدرة إن هي تفهم بسرعة قوي وتترجم بسرعة قوي أنت قصدك إيه وعايز توصل ليه. لذلك من أكتر النساء والبنات اللي تكشف وتفضح المعجب بيها قبل ما يتكلم أو يقول أي حاجة. دلوقتي هندخل على السرطونة، رقة أنثى برج السرطان. رقة أنثى برج السرطان من أحد أسرار، إن ما كانش أفضل أسرار جمالها وأسرار جاذبيتها. رقة في كل حاجة، قلت قبل كده وبقول تاني، في رقة الصوت، في الأسلوب، في التعامل، في الرياكشن وفي رد الفعل، في كل حاجة. رقيق الرقة بتاعت أنثى برج السرطان، لذلك قلنا عليها السندريلا أنثى برج السرطان. الرقة بتاعتها تاخد العالم. ومن يقع في حب أنثى برج السرطان من الرجال غالبا غالبا بيكون الموضوع ده أو الصفة دي ليها عامل كبير أوي، إن هي تجيبه على ملا وشه، إن هي تجرجره على ملا وشه كده عفوا في اللفظ لحد ما يموت في دبدب. رقة لا متناهية، سر كبير قوي وخطير قوي كان من داخل شخصية أنثى برج السرطان. أنثى برج الأسد شراستها. كتير من الرجال عامة وحتى من الستات يبقى عنده نوع من أنواع الفخر والتباهي إن هو مصاحب أو مرتبط
أو صديق للأنثى الشرسة دي. الشراسة بتاعت أنثى برج الأسد شراسة أنثوية، والمعنى ده ممكن نتكلم فيه كتير قوي، بس أنا هحاول أختصر قوي. الأنثى الشرسة، عارفين كده يعني، أنا مش عايز أشبه بنجمات بتمثل، لربما يكون حد ما بيحبهاش فياخد المهم مش هقول أسماء يعني. أنثى شرسة، أنثى شرسة، في كتير من الرجال بيحب النوعية دي من النساء، لذلك أنثى برج الأسد فئة معينة من الرجال هي التي تصلح للتعامل معها. البرنسس أنثى برج الأسد، ولكن هي أنثى شرسة وشراستها حلوة. حتى النساء اللي هم زيها يحبوا يدخلوا حياتها ويصاحبوها، بيحسوا بنوع من أنواع التباهي كده واللذة كمان. العذراوية تحملها وأصالتها، أنثى أصيلة. عارفين الأنثى والبنت اللي أنت هتقول عليها أصيلة أوي أوي، حمولة أوي، تستحمل أوي، دي بقى بيقدرها أوي ويفهمها أوي ويعجب بيها أوي الرجل اللي هو اللي التقي زي ما احنا بنقول، أو الرجل اللي هو رجل بمعنى الكلمة، أو فاهم يعني ايه انثى، او ما بتهونش عليه العشره، او بيقدر، كلها مسميات قريبه من بعضها قوي في المعنى. انثى اصيله جدا، اصاله انثى برج العذراء، ممكن انت كمان تفهمها ايه بعد فتره يعني، كمان بساطتها. دايما انثى برج العذراء بسيطه، ايه نوع من انواع كده نقدر نقول عليها سيمبل، سيمبل في حياتها. حياه انثى برج العذراء مش مكلكعه، مش مكلكعة ومش معقدة، تجدها دايما أنثى بسيطة، أنثى عايزة تمشي في خط مستقيم، لا تروح يمين ولا شمال، أنثى منظمة، تحب إن هي تكون مرتبة، محددة الأهداف والطموحات، غير مشتتة إطلاقا. إذا كمان قارناها بالنساء الأخرى، وده بيجعل منها أنثى حلوة أوي وكويسة أوي للرجل الطموح ذو الشخصية العملية أو الوقورة، أو الرجل اللي هو عظيم زي ما احنا بنقول. إن قلنا وراء كل رجل عظيم امرأة، فاحنا ممكن نقصد بشكل كبير أوي امرأة من برج العذراء. منا كلامنا دلوقتي ودخلنا على أنثى برج الميزان، فهنقول النعومية بتاعت أنثى ناعمة جاية من إنها أصلا صاحبة قوة ناعمة، قلناها كتير قبل كده. مش عايز اقول انها عسل، وانها ابتسامتها جميلة قوي، وانها دبلوماسية، ولسانها معقود بمية سكر او معقود بسكر، يعني لسانها ده بينقط عسل. هي انثى برج الميزان كده ومعروف عنها كده، ولكن خلينا نقول النعومية بتاعت انثى برج الميزان، القوة الناعمة بتاعتها في التعامل، هي القوة الضاربة بتاعتها، والسر الاول والاميز في شخصيتها وفي جمال شخصيتها، اللي يخليك في النهاية ترى أسلوبها أسلوب ساحر. لذلك هي مقنعة جدا وقادرة على الإقناع، وتقدر تلفك وتحطك في جيبها وتشكلك زي ما هي عايزة، على رغم بساطتها اللي انت ممكن تشوفها فيها في البداية، تحس ان أنثى برج الميزان بسيطة جدا، ولكن هي داهية من الدواهي، زيها بالظبط زي أختها العقروبة أنثى برج العقرب. يمكن العقروبة فيها حاجات كتير تعد من أسرار جمالها، ولكن إنها فاهمة، أنثى فاهمة، تجيد التعامل بشتى الأساليب والطرق مع كل ألوان وأصناف البشر. هو ده اللي بيميز أنثى برج العقرب المائي عن كتير من الإناث، إن هي قادرة على التلون والتشكل والتعامل بكل الأساليب اللي أنت ممكن تجبرها على التعامل بيها معاك. أنثى برج العقرب ما عندهاش جبت آخري، ما عندهاش غلب حماري، ما عندهاش إن أنا خلاص كده حيلي خلصت أو ما عدتش عارفة أعمل إيه. أنثى برج العقرب دائما من الإناث القادرة على التعامل في أي ظرف وفي أي وقت ومع أي شكل، وده بيجعلها أنثى جذابة قوي، وتقدر إن هي تتكيف بسرعة قوي لو كمان حطت في دماغها إن هي تعمل حاجة زي كده. أما أنثى برج القوس
فتلقائيتها من أجمل أسرار الأنثى دي، هو التلقائية الشديدة والكبيرة قوي اللي بتتمتع بيها شخصيتها، ومن الحاجات يعني نقدر نقول العفوية بتاعت أنثى برج القوس، سر جميل قوي محبب لكثير قوي من المحيطين. عشان كده ما تستغربش أبدا لما تلاقيها محبوبة بشكل كبير، ولما تلاقي في كتير بيحب إن هو يقرب منها ويدخل حياتها، وذكراها بتبقى ذكرى صعب إن هي تتنسي، مواقفها صعب إن هي تتنسي. ياما خرجتنا وخففت عننا الآلام والأحزان والأوجاع، وياما ادتنا قوة ودفع للأمام، وياما كانت تلقائية. أنثى برج القوس كمان مش أنثى سوداوية، مش شيالة، مش تشلك بقى وانتقام والكلام ده، ما عندهاش وقت للكلام ده، هي بتمشي بمبدأ محدش واخد منها حاجة. أنثى برج الجدي المرأة الحديدية، عمق نظرتها يعجبك قوي، تحليل أنثى برج الجدي للأمور اللي بتعدي أو بتعرض أمامها أو عليها، نظرة عميقة جدا أو بتتمتع بيها الأنثى دي في كافة نواحي حياتها. انت كل كمان ما يكون شخصيتك تقيلة وقوية تحب أوي أنثى برج الجدي، ولذلك هي مرتبطة شوية بأنثى الأسد في موضوع حلقة النهاردة، إن هي ممكن لها فئة معينة من الرجال اللي ممكن يتماشوا الاثنين شخصياتهم مع بعض. عندها نظرة عميقة جدا جدا، ممكن أعمق من أي حد تاني في تحليل الأمور، وده بيخليها لمسة أو سر من أسرار جاذبيتها وجمالها. الدلوية الرايقة ذوقها أكتر، أو من أكتر نساء الأبراج اللي عندها ذوق وذوقها مختلف، دايما تتمتع بذوق مختلف يروق للنفس. يعجبني أنا كرجل أيا كان طبيعتي وثقافتي وبيئتي، الذوق اللي بتتعامل بيه أنثى برج الدلو الهوائي، سواء في تفكيرها سواء في رد فعلها، أنا قلت قبل كده حتى في ردها الإساءة أو الإهانة، دائما راقية راقية جدا في رد فعلها وفي شخصيتها ككل، وده سر كبير قوي من أسرار انجذابك ليها وإعجابك بشخصيتها. أما أنثى برج الحوت المائي، مش عايز أقول عطائها، بس خلوني أقول أنوثتها، أو خليني أقول احتوائها، من أكتر الإناث اللي تلاقي الحتة دي واضحة أوي في شخصية الحنية. طبعا الحنية شيء أساسي في كل النساء، وإذا نزعت الحنية من الأنثى أصبحت ناقصة الأنوثة بشكل لا يطاق، فما بالكم بقى لما تكون الأنثى اللي احنا بنتكلم عنها إن هي أنثى، اللي هي أنثى برج الحوت، عندها وفرة من الحنية تقدر توزع على كل نساء الأرض إنجاز التعبير. دي لمسة كبيرة قوي من لمسات الجمال اللي بتشدك ليها، إضافة إن مواليد أو إناث الحوت عامة دائما أو غالبا أو معظمهم بيكون عندهم لمسة فنية، فنانين صوتهم حلو، بيرسموا، بيعملوا أعمال تشكيلية، بيألفوا، هم إناث الحوت كده، ما تعرفش ملكة عندهم، وكل ده طبعا بيخليهم إناث بتتمتع أو بيكون سر جميل قوي من أسرار شخصيتهم اللي بطبعها شخصية جميلة. وإحنا مواعيدنا كل ليلة إن شاء الله يكون الساعة 8، وقناتنا التانية اسأل محمد وعيلته يا ريت تنضموا لها الساعة 9 بعد التوقيت ده بساعة. الانستجرام والفيسبوك يا ريت تتابعوني وتسألوني، ما فيش أي مشكلة، الروابط دي كلها في وصف الفيديو وأول تعليق، ويا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك لو شايفينها مفيدة، ادعموها بلايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك. وإلى اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بكرة الساعة 8.